اهلا وسهلا بحضراتكم مره ثانيه. برحب بكل جمهور النادي الاهلي ومشاهدي قناه الاهلي في السادات. حضراتكم في بدايه الحلقه النهارده عنوان لقاءاتنا حلقه النهارده مستقبل الاهلي المشرق ان شاء الله. والحقيقه يمكن مش بس الاهلي، كل الانديه الكبيره، كل الفرق الكبيره في العالم دايما عينيها على المستقبل، عينيها على اللي جاي، عينيها على اوبشن 1 و2 و3. عشان كده دايما لازم يبقى عندهم البديل الجاهز، ويمكن من هنا بتيجي دايما اهميه فرق الناشئين، خصوصا لما نتكلم على نادي كبير زي النادي الاهلي. ومش بس عايز حضراتكم تقيسوا على الناشئين اللي بيتصعدوا بس الفرق الفريق الاول في النادي، لكن الحقيقه بصوا على الكم الكبير جدا من اللاعبين اللي خرجوا من مدرسه الاهلي ومن فرق ناشئين الاهلي ومنتشرين في كل فرق الدوري الممتاز، تعرفوا قد ايه في شغل على اعلى مستوى بيتم. انا معايا النهارده اثنين من النماذج دول، عايزكم تفتكروا الاسماء دي كويس، عربي بدر ومحمد فخري، اثنين من ناشئي النادي الاهلي اللي تصعدوا بالفعل واتمرنوا مع الفريق الاول، وان شاء الله في خلال فتره بسيطه جدا هتشوفوهم اثنين من نجوم الفريق الاول. اهلا بيكم معانا محمد فخري، عربي بدر، اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك استاذ احمد، انا مبسوط ان انا موجود مع حضرتك على قناه النادي الاهلي، وان شاء الله تكون حلقه كويسه باذن الله. ان شاء الله، اهلا بيك عربي. اهلا وسهلا، ازيك استاذ احمد، كل سنه وحضرتك طيب، وان شاء الله تكون حلقه جميله كده وخفيفه باذن الله. ان شاء الله باذن الله. قبل ما دردش معاك ونفتح كده ونالف في صفحات عن النادي الاهلي، خلينا نروح نشوف تقرير عن كنز في قطاع الناشئين بالنادي الاهلي ونرجع نبتدي كلامنا معاكم. اوكي ماشي، نشوف مع بعض. قطاع الناشئين بالقلعة الحمراء هو الكنز الذي لا ينضب، فهذا الكنز أخرج للأهلي مئات النجوم منذ تأسيسه حتى هذا الموسم الذي أظهر لنا العديد من النجوم البارزة مثل العربي بدر ومحمد فخري وشادي رضوان ومحمد شكري وصالح نصر ومصطفى إلياس ومحمد عبد المنعم ومصطفى شبير والعديد والعديد من النجوم البارزة، والتي سيكون لها دور كبير في المستقبل القريب مع الفريق الأحمر. كما أظهر القطاع العديد من اللاعبين المتواجدين بالفريق الأول هذا الموسم، ومنهم محمد الشناوي وسعد سمير ورامي ربيعة وأيمن أشرف ومحمد هاني ورمضان صبحي والعديد والعديد من اللاعبين. السويسري ريني فايلر المدير الفني للفريق الأول بدأ بالفعل في الاعتماد على بعض لاعبي القطاع هذا الموسم، ومنهم ضيوف برنامج السادسة العربي بدر ومحمد فخري، واللذان يعدان نواة لنجوم ستتلألأ قريبا في سماء النجومية، ومعهم كل من شادي رضوان ومحمد شكري. فهذا القطاع يعد مستقبل الأهلي المشرق الذي يبشر بالخير دائما، خاصة وأن اللاعب الصاعد من قطاع الناشئين دائما وأبدا ما تجده له شخصية قوية داخل الملعب ولا يهاب المباريات الكبيرة، ويمتلك شخصية الأهلي وقادر على حمل تيشيرت النادي ويحقق البطولات للقلعة الحمراء. هم صحيح من الناشئين، لكن لما تتكلم معاهم تلاقي جواهم شخصية البطل، وبتهيألي دي حاجة مرتبطة بثقافة النادي الأهلي من أول مدارس الكرة وهم صغيرين جدا، ومرورا بقى وتدرجا في فرق الناشئين المختلفة. والحقيقة ضيوفي اللي موجودين معايا النهاردة في استوديو السادسة أبطال فازوا بالفعل ببطولات، ومش بس مثلوا النادي الأهلي لكن كمان شاركوا مع منتخب مصر في أكتر من مرحلة. أهلا وسهلا بيكم مرة تانية، كل سنة وأنتم طيبين. مناسبة العيد طبعا الأضحى، وأنا عارف إنه 48 ساعة إجازة إفراج يا رجالة، صح؟ ما عندناش، أنتم مع الفيرست تيم صح؟ خدتوا إجازات 48 ساعة. هو النهاردة كان عندنا بالفعل تمرين الصبح الساعة 9 الصبح، وخلصنا تمرين وكنا متواجدين مع حضرتك دلوقتي. كل سنة وأنتم طيبين، وأهلا وسهلا بيك. حضرتك طيب. أبتدي مع فخري. فخري، تعرف الناس بيك وبمركزك في الملعب، وابتديت إزاي أو قصتك ابتدت إزاي مع النادي الأهلي؟ أنا ابتديت في نادي غزل المحلة سنة 2006. أساسا ما كنتش يعني هلعب كرة، بس بابايا كنت في سنة أولى ابتدائي لسه. فكان بين السنة الدراسية سنة أولى كان بيكون في إجازة مثلا شهر، فهو قال لي تعالى نروح بدل ما نقعد في البيت نروح النادي غزل المحلة نتمرن و يعني تتعرف على اصحابك ويعني تتعرف على ناس جديده. فروحت في اول تمرينه اللي هي الكابتن محمد هلباوي شافني فقال لي بابا عايز الاستمارات، عايزين نمضي في النادي. بابا اول مره رفض وتاني مره رفض،
اكتر من مره، بس بعد كده بابايا جاب بابايا جاب شهاده الميلاد والبطاقه وخلاص، واتسجلت مع نادي غزل المحله، وفضلت مع المحله، قعدت معاهم 10 سنين من 2000 ومن 2006 او 12 سنه من 2006 ل 2018 معاهم، ولعبت درجه اولى من وانا عندي 16 سنه، ولعبت اول ماتش رسمي ليا في الدوري الممتاز كان يوم 1/3/2016، كان عندي لسه 16 سنه. انت مركزك ايه في الملعب؟ انا مركزي صانع العاب، يعني نص ملعب، ممكن ديفندر تحت راس الحربه بقى يمين او الشمال، او ممكن ساعات يعني اما جيت الاهلي توظفت في كذا مكان. يعني المركز المفضل بالنسبه لك انت؟ سيبك من المدير الفني، نمره 10. رقم 10 نمره 10 صانع العاب. وبعد كده بعد فانيلا تقيله قوي نمره 10 دي يا فخري، يعني انت فخري مين اللي لبس 10 بالذات في الاهلي؟ احنا طبعا نجوم، على نجوم كبار طبعا. وده شرف لي ان انا العب اكيد في النادي الاهلي، واتمنى في يوم من الايام ان شاء الله البس رقم 10 باذن الله ان شاء الله. فاما انا جيت ازاي الاهلي بقى؟ جيت الاهلي انا لعبت في المنتخب، لعبت في المنتخب اكتر من مره. لعبت مع كابتن جمال محمد علي مع منتخب 92 ومنتخب 97، مع كابتن معتمد جمال، ومع منتخب 99 مع الكابتن حوار صدي، لعبت اكتر من مره معاهم. بس وقتها بقى وكمان كان معانا كابتن محمد عامر في نادي غزل المحله، وكان الكابتن سمير كمونه كانوا مسكوا نادي غزل المحله طبعا. فكان دي كانت الطريقه ليا او سبيل ليا ان انا اروح للنادي الاهلي. كانوا دايما بيتكلموا عليا كويس، بيوصلوا صوره للنادي الاهلي يعني ان انا موجود معاهم كويس، وان انا ان شاء الله يكون ليا مستقبل كويس. فكنت دايما قدام النادي الاهلي، كنت يعني محطوط قدام عينيهم يعني على طول. فاول ما خلصت في المنتخب، يعني كنا لسه في منتخب كابتن حوار صدقي، فجيت في 2018 في 16/1/2018 جيت مع النادي الاهلي انا. واول ما جيت مع الدرجه الاولى على طول مع كابتن حسام البدري، وبعدين بعد ما رحت مع كابتن حسام البدري قعدنا فتره معاهم. جالي كسر في الترقوه مع المنتخب، بعد كده قعدت فتره ان انا كسر في الترقوه دي هنا مش محتاجه خالص ان انا يعني اتجبس ولا اي حاجه، فلازم افضل قاعد كده على طول. فقعدت تقريبا حوالي شهر ونص معاهم بس. وبعد كده بقى اول ما رجعت معاهم في يعني اول ماتش على طول في الدوري الممتاز كان ماتش المصري. طب انا هتكلم معاك طبعا على مشوارك مع الاهلي، وخليني اروح لعربي. بس عربي انت من ولاد النادي الاهلي صح؟ انا من 2012 2013 يعني انا متواجد من النادي الاهلي، ومن داخل اختبارات النادي الاهلي. من ساعتها بقى وانا متواجد. انضميت ازاي للنادي الاهلي؟ يعني قصه انضمامك حصلت ازاي؟ اللي حصل يعني كان زي اي حد رايح اختبارات وكده. كان في مدرب كان بيمرني وانا صغير وكده اسمه كابتن سيد البراجيلي، فهو وداني النادي الاهلي، كلم الكابتن مجدي كراره وقال له في عنده ولد كويس وكده فشوفه وكده. فروحت اختبارات، كان ساعتها كان ماسك الفرقه 2000، انا 2001 بس روحت اختبارات على فرقه 2000. فروحت كان متواجد كابتن سيد محمدين وكابتن احمد جمال مساعد ليه. فمن ساعتها رحت اختبارات، اول تمرينه لمست الكره مرتين، فقال لي هات باباك وتعالى امضي. فقلت له خلاص اوكي ماشي وكده. فساعتها كان في اختلاف ان انا المدرب اللي جايبني هو عايز فلوس ومش عارف ايه، فهو القصه خلصوها مع بعض. فانا ساعتها الورق مضيته ومضيت في النادي الاهلي وبقيت متواجد في النادي الاهلي. طيب انا عايزكم تاخدوا معانا تليفون من واحد من نجوم النادي الاهلي، واللي بيتهيألي انتوا شخصيا انتوا الاثنين بتحبوه جدا. عايزكم تاخدوا تليفون. رد عربي يقول الو. الو كابتن كهربا على طول كده. عارف انا قالوا بتاعك نجم النادي الاهلي طبعا منتخب مصر كابتن كهربا. ازيك كابتن محمود؟ حبيبي الحمد لله يا احمد، انت اخبارك؟ كل سنه وانت طيب. وانت طيب يا حبيبي، كنت منور الشاشه امبارح واستمتعنا بيك على شاشه الاهلي. حبيبي ربنا يخليك، انت دايما منورها والله العظيم. يعني الله يخليك. الله يخليك محمود، والف مبروك طبعا ليك والقناه طبعا يعني شكلها جديد. مبروك على جماهير النادي الاهلي. عايزك تحكي لي كده شويه عن عربي وفخري، ازاي بتشوفهم وازاي بتشوف مستقبلهم مع النادي الاهلي، وايه اكتر حاجه بتميز كل واحد فيهم؟ لا ده عربي وفخري طبعا حبايبي، بس انا عايز اقول لهم يعني انا لسه بفطر يا عربي. انت فخري لسه بفطر؟ ها هم فاهمين انا قصدي على ايه كده. ربنا يحفظهم ودايما كده متالقين، ويمكن ما شاء الله عليهم يعني هم الاثنين في التمرين يعني الفتره اللي فاتت ديت يعني ما شاء الله. ما اهم حاجه عندهم هم ما عندهمش خوف خالص وعندهم شخصيه النادي الاهلي، ويعني انا بتمنى لهم بالتوفيق الفتره الجايه، لان هم فعلا يعني على المستوى الشخصي محترمين جدا، ومن اللعيبه يعني الصغيرين اللي هم عندهم الروح كده والشخصيه ان هم فعلا في اي وقت من الاوقات ان ممكن حد يعتمد عليهم. عربي ديفندر بيدقك في الملعب يا كابتن كهربا، وانتوا في التمرين حتى يعني بتحس انه كده
وائل جمعه اللي جاي ولا ايه؟ هو بيضرب فينا بس، عربي بيضرب فينا بس. فخري هو فخري بصراحه بيصنع لي اهداف بصراحه، الله عليه يعني، فخري بيصنع لي اهداف وعارف بيضرب. انت هاف ديفندر يا عربي صح؟ انا بلعب 6 وبلعب 8. 6 و8 اوكي. كمان الكابتن كهربا من اول من اول يوم نفس مركز ديانج والسوليه. حضرتك بس احنا بعد ما حضرتك تخلص احنا هنتكلم في جزئيه مهمه، يعني فخري اتكلم وانا اتكلم. اوكي. الكابتن كهربا اول ما دخلنا، اول ما جيت انا النادي الاهلي يعني انا لما جيت قعدت فتره في الدرجه الاولى وبعدين نزلت وبعدين طلعت ثاني. في اخر فتره دي كان كهربا كان لسه جاي، فاول هو اول حد استقبلنا واتكلم معايا. اتكلم معايا كنت انا وشادي وشكري، اتكلم معانا قال لنا انتوا لازم تكونوا تشد حيلكم وتلعبوا رجاله، ما فيش فرق بينكم وبين اي حد. يعني كان هو من اول اللعيبه اللي استقبلتنا واتكلمت معانا، حسيتنا ان ما فيش فرق بيننا وبين اي حد. انا عايز اسال كهربا، كابتن كهربا دايما يعني بيقولوا فانيله النادي الاهلي تقيله قوي، ولما يبقى في حد طالع من فريق صغير او من الناشئين هيتمرن مع فيرست تيم، بيتهيألي بيبقى في دور كبير جدا للعيبه الكبيره اللي زي حضرتك وزي بقيه الفريق طبعا. ايه بيبقى دوركم وايه النصايح اللي انتم بتبقوا حريصين انكم توجهوها ليهم؟ طبعا فريق النادي الاهلي طبعا تقيله جدا طبعا، يعني مش اي حد يتلسع، بس يعني عربي وفخر طبعا يعني متربيين في النادي الاهلي، عارفين الاساس او متعودين ان هم يعني تيشيرت النادي ده بالنسبه لهم يعني حاجه كبيره قوي. فاحنا دورنا كله ان احنا بنوصل لهم يعني ان هم دايما يتعبوا، يمكن يتعبوا اكتر مننا كمان. يعني تشوفوا اللعيبه الكبيره بيتمرنوا ازاي، بيتعلموا منهم. ودايما احنا عندنا في النادي الاهلي يعني يمكن احنا كلنا اسره واحده، يعني بنقعد نتكلم مع يعني مع بعض. صحيح. مفيش فرق بين لعيب صغير او لعيب كبير عندنا، حتى لما هم طلعوا كلهم يمكن كل يوم انا في التمرين في الاوضه بقعد اتكلم معاهم، العبوا براحتكم اتمرنوا براحتكم، لو في اي حاجه حد بيضايقك ولا حاجه تعالوا اتكلموا معايا. لان احنا دايما انت عارف بتبقى في الملعب كده بتبقى في نرفزه، يعني عايز تنرفز الملعب في التمارين والحاجات دي كلها. فانت عارف برضو اللعيب الصغير لما بتيجي تطلع واللعيب مثلا كبير حد اتنرفز ولا حاجه زعق وكده قصده يعني. صحيح. ففي اللعيبه الصغيره ممكن تزعل لان برضو هي مش متعوده على كده، واول مره واول مره يدخلوا برضو في الفريق الاول. فدايما على طول بتكلم معاهم ان هم لازما يعني يتمرنوا، لازما يدوا اكتر مننا بمليون مره، لان هم اللي بقى هيبقى هم السيستم، هم هيبقى السيستم النادي الاهلي. يعني النادي الاهلي الفتره الجايه هو اللي هيعتمد عليهم، فعشان كده دايما بكلمهم وان هو يعني برضه بحب يعني، عشان هم عارفين بحبهم قد ايه بصراحه يعني. طب قول لي النهارده في الاخبار بتاعه تمرينه الاهلي، عرفت ان كابتن فايلر كان ليه اجتماع معاك انت تحديدا، ايه اكتر حاجه او ايه اهم حاجه دارت في الاجتماع ده بينك وبينه؟ لا والله يمكن مستر طبعا يعني كان بيتكلم معايا يعني في الفتره الجايه من الواجبات الفنيه اللي يعني دايما بقعد يتكلم معايا هو كل يوم يعني بصراحه يعني. يمكن هو بيساعدني بشكل كبير قوي. حاسس يعني انه الراجل مركز معاك بشكل لا بشكل خاص. هو مركز معايا حتى من ساعه ما جه والله. يمكن هو بيقعد يتكلم معايا كتير، بيقعد يعني يحفظني حاجات كده يعني اعملها في التمارين حتى. فانا يعني بعمل اللي هو بيقول لي عليه، فعشان كده كل يوم يقعد يقول لي حاجات جديده فبعملها. دي اللقطه طبعا اللي جمعت بين فايلر وكابتن كهربا في التمرين النهارده. مسؤوليه كبيره يا كابتن كهربا، وجمهور الاهلي عينه على البطوله الافريقيه، وانت ونجوم النادي الاهلي الحقيقه يعني قدامكم كتير الفتره اللي جايه، فكل التوفيق وبشكرك جدا على التواصل معنا في السادات. هيكسب امتى طيب؟ بيقول لك كابتن عربي، بيقول لك هتكسب امتى؟ احنا كسبنا النهارده خلاص، انت عايز تاني؟ بس حابب بس اشكره جدا يعني بصراحه. انا متواجد في الفريق الاول بقالي سنتين يعني الحمد لله، فهو لما يعني جه كنت انا موجود. فهو يعني من اول ما يعني ما اتقابلنا وكده فسلمت عليه وكده اكنه ان انا اعرفه بقالي فتره كبيره. مفيش اللي هو انت بقالك كتير وانت مش موجود وانت صغير وانت كبير. سلم عليا وحضني وشد حيلك انت كويس والكلام الجميل ده، ودايما في التمرين بيقول لي شد حيلك واتمرن ومفيش فرق وما تخافش من حد. والفتره دي يعني هو ماشي بشكل كويس ومكسر الدنيا ما شاء الله، وماتش الجونه جاب جولين وربنا يكرمه. وعمل اسيست عالمي كمان. اسيستين. وربنا يكرمه في الفتره الجايه. هو يعني لعيب جامد جدا وانا بحبه على المستوى الشخصي. الاهلاويه مستنيين منك كتير، ومنتخب مصر ان شاء الله مستني منك كتير. كابتن كهربا بشكرك شكرا جزيلا على تواصلك معنا في السادسه. كابتن فخري قول لي بقى مين اللعيبه اللي بالنسبه لك ايكون؟
رول موديل زي ما بيقولوا، مثل اعلى قدوه، تشوف انه ستايلك قريب من ستايله، نفسك في يوم من الايام توصل اللي هو وصل له؟ اكيد. هو انا مثل اعلى هنا محليا كابتن محمد بريكا، عالميا تقيل ميسي. انت كده طبعا عالميا ميسي، بس طبعا اللعيب دلوقتي اللي هو هيفرق مع اي حد كابتن محمد صلاح. يعني هو كان في مولين طنطا، وبعد كده طنطا خد الاحتراف ده خطوه، وكان عنده طموح وكان عنده هدف، يعني ما استسلمش. اكيد كان واجهه كذا، يعني واجهه عصابات، لا كتير، كتير واجهه كتير قوي، فاكيد ما استسلمش. فاحسن حاجه فيه ان هي عقليته دي، فدي الحاجه الوحيده اللي احنا لازم نبص عليها دلوقتي، عقليه اللعيب، عشان نوصل لحاجه احنا عايزينها. طبعا طبعا. بس عندك طموح تحترف بره؟ ان شاء الله، بس ان شاء الله ناخد بطوله افريقيا التاسعه ان شاء الله، وبعد كده هنركز ان شاء الله. احنا اول حاجه السنه دي عايزينها طبعا بطوله افريقيا دي، ده الهدف الرئيسي. وان شاء الله بطوله الدوري احنا يعني شبه محسومه، بس لسه اكيد الكره في الملعب. احنا بنلعب الكره، بنلعب الماتش كل ماتش بماتشه، بس احنا طبعا فريقين فريق كبير، فان شاء الله تكمل على خير باذن الله. تمام. وبعد كده ان شاء الله الاحتراف ان شاء الله. تحب تلعب في الدوري ايه او نادي ايه؟ أحب إيطاليا، إي سي ميلان. كابتن عربي، اللعيب بالنسبة لك الـ 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 أنت على فكرة في مركزك في الأهلي في لعيبة، يعني أسماء كتير جدا جامدة، يعني جدا جدا جدا، يعني كموجود كابتن السلية، وموجود حمدي فتحي واليو ديانج. والحمد لله انا متواجد يعني. لا، وقبل كده كابتن حسام غالي وكابتن محمد شوقي. حضرتك بتتكلم اللي هو انا يعني مثل اعلى مين طبعًا. يعني هو انا كان مثل اعلى بصراحه كابتن حسام غالي. بحبه كابتانو. جدا بحبه جدا. انت شبهه ودايما بيعمل يعني كده، عامل شعرك كده ولا ايه؟ دايما يعني بيشبهوني يعني، او مثلا يعني ان انا زي حسام غالي وكده. الشكل والستايل بتاع اللعب ولا الشكل بس؟ ممكن لعب شويه، فبس يعني ويعني اتمنى ان انا ابقى جزء يعني من اللي قدمه كابتن حسام غالي. اللي كان بيميز كمان كابتن حسام الحقيقه مش بس انه لعيب كبير، روحه يعني وشخصيته بالظبط كده. شخصيته اللي بتحرك فرقه جوه الملعب، فرقه كبيره زي فرقه نادي الاهلي. قولوا لي مين المدرب، انت ما قلتليش بره مصر تحب يعني مين اللعيبه؟ كتير الصراحه، في ديفندرات كتير جدا يعني، كازيميرو جامد جدا بحبه، وفي بوجبا اوكي بحبه برضه، في ناس كتير. توني كروس. فيراتي مثلا مش مدرستك، مش ستايلك؟ فيراتي لا. احنا انا اجريسيف شويه. ولا بوسكيتس مثلا؟ اجريسيف شويه. انت اجريسيف شويه. طيب وقول لي مين بالنسبه لمشوارك بقى ومشواركم انتوا الاثنين، الحقيقه يعني بالتاكيد كل مرحله من المراحل دي بيبقى في مثلا مدربين سواء في الاهلي او في المنتخبات، بالتاكيد في مدرب انتوا بتحسوا كلعيبه المدرب ده ساب بصمه، المدرب ده طبعا ضاف لي او طور من مستواي. هو انا اصلا يعني ما كملتلش لحضرتك ان انا ايه كان بقيت المسيره ايه يعني في الاهلي. قول لي. هو انا جيت على كابتن ياسر محمدين، فكان جيت كان هو ماسك مواليد 2000، فانا كملت معاه وهو ايه ماسك مواليد 2000 و2001 كانوا بيلعبوا 8 وجول، فانا ايه كنت متصاعد مع ال 2000 عشان بيلعبوا ايه ملعب 11. تمام. فبعد كده نزلت مع 2001 تاني لعبوا دوري جمهوريه، اخذنا البطوله، كان كابتن محمد شرف موجود وكابتن ياسر وكابتن اسحاق اول. وبعدين مسكت اتمرنت مع كابتن احمد سراج مع ال 2000، كان كابتن احمد سراج وكابتن اسامه زكي مساعد ليه برضه. وده دول السنتين يعني فرقوا في حياتي جدا. والسنه بقى اللي هي كان مع كابتن عادل عبد الرحمن اللي اتمرنت معاه مع 97، ومن خلالها 97 ومن خلالها بصراحه يعني ساعدني كتير جدا ان انا اتكلم عليا كتير بشكل كويس، ان انا ابقى متواجد مع الفريق الاول. طب انا هقول لك حاجه يعني، وده ظن ان انتوا تاكدوا او 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 تنفوا، انه كل البطولات وال 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 والفرق المختلفه اللي انتوا شاركتوا فيها بتبقى في ناحيه كده، واول ما تتصاعد فيرست تيم وتلعب مع الفريق الاول نادي الاهلي القصه مختلفه تماما. اللحظه اللي انتوا اتصعدتوا فيها الفيرست تيم، او اول تمرينه ليكم مع الفيرست تيم، او مش عارف حد شارك فيكم في ماتشات رسمي؟ هو انا كنت متواجد يعني في سكور مباريات، كنت متواجد في ماتش مصري وماتش سموحه اخر ماتش كورونا. نقله التصعيد دي بالنسبه لك يا فخري فرقت معاك في ايه؟ وازاي بصيت بقى للاهلي لما دخلت معاه فيرست تيم؟ هي مرحله الناشئين دي بتكون يعني مرحله زي ما حضرتك قلت، ومرحله الدرجه الاولى دي بتكون مرحله ثانيه. يعني اول ما تدخل الدرجه الاولى في النادي الاهلي، اللعيبه هناك بيتمرنوا كل التمارين كانها ماتشات بالظبط، ما فيش هناك عندهم حاجه
مثلا النهارده هنتمرن تمرين خفيف او بكره تمرين عشان في بعد بكره تراي ماتش او الكلام ده. كل التمارين كلها بتكون يعني بيموتوا في بعض، يعني بيموتوا في بعض بمعنى الكلمه، يعني كل واحد عايز يثبت نفسه، فطبيعي ما بيكونش في حاجه يعني قليله معاهم خالص. طيب لو اتكلمت معاكم شويه عن تجربه الاحتراف، يعني انا بيتهيالي طبعا الاحتراف دخل مصر من زمان، يعني صحيح كان تواجد المصريين بره مش بالكم الكافي الكبير ولا من حيث كمان اسماء الانديه، لكن انا بيتهيالي العشر سنين اللي فاتوا في حاجات كتير اتغيرت. اخر فتره دي اكيد يعني كابتن محمد صلاح، تريزيجيه، كابتن احمد حجازي، النني، كل دول، كوكا، محمدي، كوكا مش عايز انسى حد، كلهم اكيد ادوا بصمه كبيره لينا للمصريين عامه. في اي حد دلوقتي بقى بيبص للمصري يعني نظره ثانيه. الطموح كبر بقى الفتره، يعني انت حضرتك لما ايه مثلا، يعني كنت بتشوف مثلا ايه لعيبه يعني ما كملتش يعني فتره كبيره وكده، دلوقتي محمد صلاح مكمل ما شاء الله. احنا يعني شفنا لعيبه عندها امكانيات كبيره مثلا زي عمرو زكي، زي وعمرو حتى لما راح كابتن ويجن، حسام غالي كان توتنهام، كابتن حسام غالي في توتنهام، كابتن محمد شوقي ميدلز برو، محمد زيدان، زيدان بس زيدان قعد كتير، لكن اقصد اقول في تجارب رغم انه اللعيب المصري فيها الاسم بتاع لعيبه وامكانياته كانت كبيره جدا، لكن من ناحيه الفتره ما قدرش يستمر كتير، ومن ناحيه الانديه كمان ما قدرش ينقل نفسه نقله نوعيه. هو اهم حاجه برضو في الاحتراف اللي هو التاقلم مع الجو اللي هناك. انتوا بقى جيلكم، ما هو ده سؤالي، جيلكم عنده الرغبه وعنده القدره انه يثبت نفسه بره ونشوف لعيبه في بارسا لا لا ان شاء الله انا بروح دلوقتي كورسات انجليزي عشان ما اجي احترف. انت مجهز نفسك من دلوقتي عشان موضوع مختلف. ان شاء الله. هو يعني اما يكون في احتراف وكده لازم بيكون في كذا معيار بتمشي عليه، التاقلم، اللغه، الاكل هناك، المعيشه عامه، هتكون لوحدك بعد كده، فلازم كل واحد يعني يحاول يتاقلم ويعود نفسه من دلوقتي على اما يجي يحترف بعد كده يعمل ايه، ويحط هدف قدامه، ويحط قدامه ان هو كده كده هيقابل صعوبات كتيره، فلازم يكون يعني يتصدى ليها ويكون جاهز لاي حاجه تجيبه يعني. لما بتقعدوا بينكم وبين بعض تتكلموا، انت شباب صغير كده حتى في فرق الكوره يعني او حتى في العموم، بتشوفوا ليه مثلا او بتسالوا ليه الافارقه مثلا الموجودين في 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 دول، على الرغم يمكن انه على مستوى المنتخبات الوطنيه بتاعتهم والانديه ما يكونش ليهم اسم كبير جدا، لكن بنشوف عدد كبير جدا منهم موجود في اكبر الانديه في اوروبا، ما بتسالوش ايه السبب، ايه الفرق، ليه الفرصه متاحه ليهم اكتر من الفرصه هنا في مصر، ولا دي حاجه ما بتعديش عليكم؟ لا هو حضرتك لا هو ممكن يكون يعني ايه، هو مثلا بيبقى من هو صغير بيبقى موجود بره في اوروبا وهم بيبقوا مثلا بيبقوا ايه محترفين. طب وانت ليه مش من وانت صغير موجود؟ ماشي، ما انا دلوقتي محترف في النادي الاهلي، ما هو النادي الاهلي مش قليل. طبعا لا مش تقليل، انا بالنسبه لي انا محترف في النادي الاهلي تمام. هو برضو محترف يعني في حتة تانية، فهو بيجوا على المنتخبات، وهي دي بس الاختلاف، هم اللي بيلعبوا. احنا كجمهور في اوقات كتير جدا بنبقى محتارين، يعني ممكن يجي مثلا صفقه الكابتن عربي يقول لك لا ده لسه صغير، استنى عليه شويه لما ينضج عشان يتباع بسعر كويس، او لما يجي له صفقه وهو كبير لا ده الفريق محتاجه. يعني فاهم قصدي؟ مش بس قياس، انا مش بتكلم على نادي الاهلي، بتكلم على ثقافه كوره في مصر بشكل عام. انا وانا في المحله كنت هاجي الاهلي من 2010 بس كان كل سنه كانوا المحله كان بترفض، كان بيحتاج فلوس اكتر. اوكي. بس لما جم اخر سنه اللي هو 2018 فالمحله كانت محتاجه فلوس، لان كنا عايزين يعني المحله كانت عايزه تصعد، وكانت خلاص كانت الاول ومش عايزين ناخروا حاجه عن اللعيبه، وكان في ضغط. انت عارف مين اخر صفقه جت الاهلي من المحله؟ انا لا قبل انت ما تنضم للنادي الاهلي، قبل ما الاهلي مين كابتن مين محمد شبانه؟ لا على ما اتذكره، ان لم تخني الذاكره يعني زي ما بيقولوا دروبا. لا المفروض لا مين؟ احمد حسن دروبا مصري. مصر. احمد حسن دروبا مصري. مصري لا مكان محل. لا مش دروبا محلك كابتن وائل جمعه بتهيألي. لا 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 في حد جه من بعد من غزل المحل بعد كابتن وائل؟ كتير جدا في ثلاثة من المحل من غزل المحل والله. اوكي. بس الحقيقه وائل جمعه قطع مشوار في الاهلي عالمي. كابتن وائل جمعه طبعا تاريخ كبير وقامه يعني حاجه كبيره جدا يعني. مين من نجوم الفريق النهارده بتحبوا انتوا تلعبوا جنبهم يعني وانتوا في التمرين يعني في التمرين؟ وانا طبعا جدا بحب العب جنبه كابتن عمرو السوليه وكابتن حمدي فتحي، بحب العبهم جنبهم جدا. واليو ديانج طبعا.
بس بحب برتاح جنبهم كده، وبيبقى الموضوع مش مختلف، يبقى طبيعي جدا ان انا مش فيش رهبه، ما فيش مثلا حد يتكلم لا لو غلطت ولا يهمك عادي، مثلا مطمن وانت بتلعب وانت جنبه. وفايلر عامل ايه معاك يعني بالنسبه لاهتمام فايلر بالناشئين؟ هو اخر فتره دي مستر فايلر اجتمع بينا بالشباب وقال لنا انتوا في المرحله الجايه دي مش هتكونوا يعني مش هيكون معاكم اهتمام كتير، علشان هو عايز يركز مع الفريق اللي هو الاساسيين عشان بطوله افريقيا وبطوله طبعا القائمه الافريقيه. فدي طبعا حاجه في مصلحه الفريق، فطبيعي احنا نكون متقبلين ده ومش زعلانين ولا في اي حاجه خالص، واحنا يعني احنا جاهزين في اي وقت، وقال لنا انتوا لعيبه كويسه واي وقت هنحتاجكم، وكويس ان انتوا جيتوا يعني انتوا موجودين معانا الفتره دي. في ناس كتير بتتوقع انه مستر فايلر عنيف مع اللعيبه او يعني لا هو مش عنيف، هو بيمشي اللعيبه على اجواء المباريات. يعني من كام يوم يعني هو مثلا من كام يوم في التمارين بيعصب اللعيبه بينرفزهم بيعديهم على اجواء مثلا الاجواء اللي في افارقه طبيعي بتكون الاجواء بتكون عامه مش كويسه، يعني الضغط المباريات الجماهير الجو حر كده، يعني الحكام طبعا الحكام دلوقتي بيحطك في ظروف ممكن تقابلها ظروف المباراه، يعني مثلا فاول ممكن حكم ما يحسبوش يخش جامد فممكن يعديها، فاللاعب يقوم يتنرفز ما اعرفش يضغط جامد الحاجات دي طبيعي يعني. فبقول لك ممكن الحكم مش هيبقى معاك ال 90 دقيقه ما يعني ممكن يظلمك في واحده حاجه كده بتاع، بس خلاص يعني. هو انت اتصعدت في مع مستر فايلر الفيرست؟ انا اول مره كنت موجود مع كابتن عادل عبد الرحمن. أيوة. يعني انا كنت موجود في فرقه 2001، فكابتن عادل عبد الرحمن طلبني ان انا اطلع اتمرن معاهم مع 97. فكان هو صابح ان هو يلعبوا الفريق الاول ماتش ودي في ملعب التتش الجزيره، فالتمرين ده كنت انا اتمرنت الصبح تمرين بدني مع الفرقه، كان فتره اعداد ساعتها، فكابتن عادل طلب ان انا ما اتمرنش مع فرقه 2001 وابقى موجود معاه في التمرين عشان هيلعبوا ماتش وانا ما اعرفش، فاتمرنت عادي طبيعي جدا تمرين تقيل، فده مش طبيعي انك انت تتمرن تمرين تقيل وعندك ماتش بكره. ايوه. فاتمرنت تمرين عادي، فكابتن عادل قال لي انت غير هدومك، فقال لي تعالى المحاضره وغير هدومك وابقى تبقى متواجد، بس هنعمل حاجات ثوابت وتكتيك كده خفيف وهيبقى عندنا مباراه بكره ومش هتعمل حاجه يعني تقف بس، فان انا اقف غيرت وكده نزلت اتمرنت التمرين كامل. يعني انا كده قبل الماتش بيوم اتمرنت تمرينتين، يوم الماتش لعبت بدات الماتش ده ماتش ودي كان كارتيرون كان ده ايام كارتيرون. اوكي. فكنت متواجد لعبت الماتش ده كنت كويس جدا الحمد لله وربنا كرمني. طيب خلينا بمناسبه فايلر وكارتيرون هسالكم على المدرب المصري والمدرب الاجنبي والفرق بينهم في التعاون. طب اكمل لك النقطه دي. طب اتفضل. انا معايا تليفون بس كابتن محمد عامر بقاله فتره وهرجع لنفس النقطه دي عربي. طب اوكي. كابتن مش. عامر زي ما كنت اتكلم دلوقتي فخري كان لي فضل في اكتشافك وانتقالك للنادي الاهلي. كابتن محمد مساء الخير واهلا وسهلا بيك في السادسه. عيد وكل سنه وانت طيب يا حبيبي. اهلا وسهلا وكل سنه وحضرتك طيب، وشرف لينا ان احنا نتواصل معاك طبعا. كل سنه وانتم طيبين عربي ومحمد فخري. ازي حضرتك يا كابتن؟ كل سنه حضرتك طيب. ايه اللي شفته في فخري يا كابتن عامر خلاك تفكر انه ممكن يكون لعيب في النادي الاهلي؟ ايه اكتر حاجه بتميزه من وجهه نظرك؟ بص الحاجه كمان اللي احنا دايما بنحرص عليها احنا كمدربين النادي الاهلي في اي مكان، دايما بنفكر في نادينا ونادينا اللي هو ادانا الشهره وادانا المجد وادانا الاسم اللي ليه فضل علينا بعد ربنا سبحانه وتعالى، فاحنا حتى واحنا في انديه ثانيه دايما بنفكر في اللعيبه الكويسه اللي ممكن تلعب للنادي الاهلي، فكان من ضمن اللعيبه اللي انا شفتها بشكل كبير جدا، وانا برضو مش عايز اظلم لعيبه في المحله فيها عندهم لعيبه كويسه جدا يستحقوا انهم يلعبوا في النادي الاهلي وفي الانديه الكبيره. فخري كان من اللعيبه في وسط الملعب اللي عندهم رؤيه كبيره جدا، دايما شايف الملعب، دايما اولا عنده التسليم والاستلام جيد جدا، ودي اللي بتميز اللعيب الكويس من اللعيب الوحش. عنده رؤيه في الملعب، بيبقى دايما شايف على طول محضر لعب وهو الكوره جايه له بيبقى عارف هو هيعمل فيها ايه، فدي كانت مميزات كتيره قوي كانت مرجحاه ان هو يروح النادي الاهلي ويلعب في النادي الاهلي. السايلو شبه مين كده كابتن عامر؟ يعني لو كابتن محمد عامر يرجع كده بالذاكره لاشهر اللعيبه المصريه اللي ممكن فخري يبقى فيه من نفس ستايل او نقربه شويه بتحبه انت قوي يا كابتن. هو في ستايل من كابتن هادي خشبه في طريقه استلامه وطريقه ارساله للكره، لكن هو عنده الرؤيه كمان اكتر، عنده عنده
انه يقدر يقلب بترقيصه لانه بيبقى شايف وهو الكره جايه له هيعمل فيها ايه. فعنده مميزات كتيره قوي ممكن ان هو المدرب الفريق الاول يطوره، ممكن ان هو يطوعه لخدمه الفرقه. اعتقد ان محمد فخري لو استعانوا بيه وسابوه في الملعب بس يعني وحش حلو يبقى موجود في الملعب، انا متاكد ان هو مش هيطلع من الملعب تاني. ده شرف ليا والله. من اللعيبه الجيده جدا وسنه صغير وليه العمر في النادي الاهلي ان شاء الله. دي شهادة كبيرة طبعا. بتحبه هو انت كابتن عامر؟ لا والله انا بقول الحقيقة، ويعني احنا مش هنودي لعيب النادي الاهلي لعيب ممكن يعني يخذلنا، لا فخري لعيب يشرف. طبعا يا كابتن لعيب كبير ولعيب جميل. بشكرك شكرا جزيلا كابتن محمد عامر، وزي ما بنقول الموهبه لوحدها مش كفايه طبعا، لازم العقليه طبعا مع اللعيبه. ايوه لازم شغل ولازم اصرار ولازم تطوير مستمر، ولازم تسمع كلام مدربك لان كل مدرب بيبقى عنده بصمه يضيفها. عربي انا وقفت معاك على الفرق بين المصري والاجنبي. لا احنا ما كملناش، ان كان عايز تكمل انت برضو الحته دي. طب كملها. هو بصراحه عشان مصمم يعني انت حضرتك انت بتقول ان هو في مدربين يعني يعني اثروا معايا في حياتك. انا في مدربين جدا اثروا معايا في حياتي يعني كلهم الصراحه. بس ما تقولهمش كلهم يا عربي. لا كلهم طبعا أصرار. كلهم مش كلهم يعني مش كتير، هم اربعه خمسه يعني. طيب تمام. كابتن ياسر محمدين وكابتن احمد سراج كابتن محمد شرف وكابتن عادل عبد الرحمن. يعني ما تنفعش تختار اسم واحد بس عربي؟ لا كلهم الصراحه لهم فضل عليا يعني بعد ربنا يعني الحمد لله رب العالمين. بيقولوا ان اللعيب المصري مش عارف ده برضه بالنسبه للجيل بتاعكم ينطبق عليكم ولا لا، بس بيقولوا اللعيب المصري انه سيكولوجيته انه بيطلع احسن ما عنده مع المدرب المصري، وان بطولات المصريين اللي حققوها على مستوى الكوره يعني كره القدم مع تحديدا اغلبها بيبقى مع مصريين، الاجانب ما بيركبوش معانا علشان العاليات يعني بيكون مصايب. وبعد كده اتفضل كمل اديله فرصته بقى فخري. اتفضل كلمت كتير قوي. كمل اعمل بيس بوك كمان. هو حضرتك انا عارف تطلعوا حبايب. لا احنا بقالنا كتير مع بعض الحمد لله. اتفضل. وبس فجينا لعبنا الفريق الاول وانا الحمد لله زي ما قلت حضرتك عملت ماتش كويس. ومن ساعتها بقى بقيت ايه الحمد لله بقيت اطلع الفريق الاول اتمرن وابقى موجود في الناشئين العب ماتشات. اطلع الفريق الاول اتمرن والكابتن عادل برده متواصل مع مستر كارترون وعلى طول كانوا بيتواصلوا وكان بيصعد كم كبير من ال 97 وكان من هنا بقى الحمد لله بقيت متواجد من الفريق الاول وكذا. ولعبنا الفريق الاول ماتش ودي في مدينه نصر تاني وانا كارترون يعني غيرني مع الفرقتين يعني لعبت مع 97 شوط ولعبت مع الفريق الاول شوط التاني. تمام خلاص كده؟ خلاص يعني. لا كده كفايه. طب قول لي بقى كابتن فخري بالنسبه للمدربين الاجنبي والمصري اكيد المصريين بيكونوا فاهمين بعض كويس في التفكير في في التكتيك في اي حاجه، فالاجنبي لازم برضو زي ما احنا بنقول ان اللعيب المصري لما يجي يحترف بره بياخد فتره على ما هي فتره الاندماج مع الثقافه المختلفه والبلد برضو نفس النظام برضو المصري لما مدرب اجنبي يجي عليه فلازم برضو شويه بيستنى. انا بتمنى لكم كل التوفيق، تنجحوا مع الاهلي الاول تقدموا نفسكم للجمهور ان شاء الله تحققوا بطولات وبعد كده ان شاء الله ربنا يكتب لكم كل النجاح ليكم طبعا نصيب في انكم تحترفوا. نتمنى نشوف لعيبه مصريين. انا مشجع اهلاوي جدا بس احب اشوف ولاد بلدي بيلعبوا في الريال والبارسا والبايرن وكل الفرق الاوروبيه الكبيره، وان شاء الله باذن الله الجيل بتاعكم يكون عنده المساحه دي. بشكركم شكرا جزيلا على وجودكم معنا في السادسه، وكل سنه وانتم طيبين. مره ثانيه كابتن محمد فخري وكابتن عربي بدر. بشكر حضرتك يا استاذ احمد وان شاء الله كل سنه والاسره واسرتي الكريمه كلها بخير ومصر كلها وان شاء الله تكون سنه سعيده علينا باذن الله. ان شاء الله. كابتن عربي شكرا جزيلا. كل سنه حضرتك طيب وبشكر حضرتك وطبعا بشكر اهلي جدا ووالدي ووالدتي واخواتي، فطبعا بقدم لهم الشكر والتحيه وربنا يخليكم ليا وكل سنه وانتم طيبين. مفيش احسن من المناسبه دي على قناه النادي الاهلي ودايما كده متجمعين ان شاء الله. شرفتونا ونورتونا وبشكر حضراتكم، ومره ثانيه كل سنه وانتم طيبين وبخير وصحه وسعاده دايما ان شاء الله. دي كانت يعني حلقه نهايه اسبوع، هنقابل حضراتكم ان شاء الله الاسبوع الجاي بدايه الاسبوع يوم الاحد اللي جاي ان شاء الله حلقه جديده والسادسه.